المشاعر يعني المشاعر الحزينه اللي كانت تضامنوا مع هاد الناس اللي تعرضوا لهاد الفيديوهات اللا اخلاقيه ديال رئيس المجلس الجماعي. حنا كدواوين يعني كاع تضامنا مع هاد الدوار ديال خرفش، يعني ما كنعجزوا باش نعبروا على هاد هذا المنكر هذا. الله الا كنعجزوا، هذا راه لا يعقل، هذا راه لا يعقل باش يمس الانسان في الشرف ديالو في الكرامه ديالو. راه الشرف والكرامه هو الحياه، ما عندك الشرف ما عندكش كرم صافي صافي قتلني ولا نطيح. رانا كاع ما عندي حياه انا. كيقول لك راه خدمنا داش داش اش خدمنا، كيمس الناس في الاعراض ديالو. واش كيمس الناس في الاعراض ديالهم في الشرف ديالو؟ حنا جينا نضامنوا هذا النهار مع الناس ديال الدوار ديال خرخش. حنايا بصفاتنا الدراري ديال اولاد التميم، يعني اللي ما كيشرفناش باش يكون من القبيله ديالنا بعدا باش نوصل لكم هذا، ما كيشرفناش وراني كنقولها له من هذا المنبر. هو راه من القبيله ديالنا ما كيشرفناش يكون الممثل ديالنا ديال الدائره ديالنا ولا ديال القبيله ديالنا ولا ديال الجماعه بصفه عامه. ما كيشرفناش وكلنا صرحنا فيها من قبل، كلنا صرحنا من قبل بان راه ما كيشرفش ولاد تمي ولا كاع الجماعه كامله، لانه حنا عارفين وعارفين التاريخ ديالو. ولكن الناس ما كي ولكن الناس كي ما عارفش كيفاش دار لهم. ومن هذا المرور هذه التظاهره هذه حنايا اش غادي حنا الحل الوحيد عندنا هي القضاء ديال الخدمه ديالو. وكاين الملك يدخل يدير التحقيقات ديالو باش ما توصلش للحوايج شي حاجه اللي بعيد. لحقاش الكرامه ديال الانسان هي كلشي. فاش تقول لي لا دار لي الطريق ولا ما دارليش هذاك ما عندي ما ندير انا لا الطريق لا حتى شي حاجه. الكرامه ديالي هي خصها ترجع ليا، خصها تعطيني حقي ديال الكرامه ديالي. وتحيه لكم وشكرا.